السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جيمنج ديزيت. في الفيديو تاع اليوم راح نتكلموا على الكارت جرافيك الار اكس 580 من جيجا بايت جيمنج 8 جيجا. كما راكم تشاهدوا هذه الكارت جرافيك شريتها مستعملة ب 30000 دينار. هل تستحق الشراء ام لا تستحق الشراء؟ هذه الكارت جرافيك كما نقولوا كانت عندي من قبل في الام اس اي الار اكس 588 جيجا، ايضا قدمت لي اداء والله جد رائع. هذه الكارت جرافيك راكم تشاهدوا فيها الار جي بي، الاضواء هذيك تتغير كما راكم تشاهدوا. يجب ان يكون عندك اليوماتاسو على الاقل 500 واط لتشغيل هذه الكارت جرافيك. لهذا في الفيديو اللي فات اللي درت لكم ارخص تجميعه تشغل كل الالعاب بدون حاجه الى كارت جرافيك، درت لكم اليوماتاسو تاع 500 واط، مع ان التجميعه ما تحتاج الى اليوماتاسو تاع 500 واط. قلت لكم يمكن مع الوقت تزيدوا كارت جرافيك في الحاسوب تاعكم وتحتاجوا الى اليوماتاسو جيده، لهذا وضعت لكم اليوماتاسو تاع 500 واط باش ما تقعدوش نتوما في ديك التجميعه تغيروا في الاليوماتاسيون عند جلب اي كارت جرافيك. كما راكم تلاحظوا كارت جرافيك مستعمله لكن راهي في حاله جيده هذه الكارت جرافيك. باغي نعطيكم غير لمحه عليها قبل ما نروحوا نجربوا الالعاب عليها. راكم تشوفوا فيها مروحتين، راكم تشوفوا الشكل تاع المروحتين هادو، ايلا الكارت جرافيك فيها الاضواء هنايا، هذاك الفان ستوب معناتها من تكون المروحه متوقفه راح يشعل معك هذاك الضوء، تعرف باللي المروحه تاعك ماريش تعمل، ولا كانت تعمل المروحه راح ينطفي هذاك الضوء. راكم تشوفوا هنايا لي بورت تاعها اتش دي ام اي 1 و 3 من ديسبلاي بورت و دي في كما راكم تشاهدوا. هاي الكارت جرافيك تاعنا راح نروحو نبلاصوها في البي سي تاعنا ونشغلوها ونديرو درايفر الاخير لاي ام دي، والله درايفر جد اسطوري لاي ام دي هذاك الاخير. نروحو مع بعض نجربوه. هاي الان بعد ما حطيت الكارت جرافيك تاعي في البي سي، البي سي تاعي راه في بدايه التشغيل، في بدايه التشغيل تشتغل هكذا الكارت جرافيك، تبقى هذه المروحات الدور راكم تشاهدوا، راح تكتب لكم بعدها هاي تنزع لك هذيك فان ستوب كما راكم تشوفوا، معناتها المروحات راهي تشتغل في البدايه، من بعد تشغيل الويندوز راح تنطفي مباشره هذه المروحات. هاي لو من بعد ما طلعت الويندوز المروحات راهي متوقفه، تبقى كتبت لك هذا فان ستوب كما راكم تشاهدوا، الاضواء ار جي بي تبقى تتغير لوحدها كما راكم تلاحظوا. كما راكم تلاحظوا هذا هو الدرايفر الاخير لاي ام دي، راكم تلاحظوا عملوه جد رائع هذا الدرايفر، فيه البيرفورمانس باش تسجل ليكرون احسن من الاول، حسنوا منه هذا الدرايفر. راكم تشاهدوا عملوه مثل انفيديا جي فورس اكسبيرينس. هاي لهنا قبل ما نشغلوا الالعاب باش تعرفوا البي سي تاعي شنو فيه، فيه 16 جيجا رام 2800 ميجا هرت، وفيه سي بي يو رايزن 5 3400 جيل يشغل العاب بدون كارت جرافيك، والار اكس 588 جيجا اللي رانا واضعينها اللي رانا نجربوا فيها. هذه هي كيما نقولوا الكونفيك تاعي. راح نروحوا هنايا تشوفوا هنايا ايضا هذو بعض التطبيقات تاع الكارت جرافيك هنايا باش تنجم هنايا كيما نقولوا اوفر كلوك الكارت جرافيك تاعك. راكم تلاحظوا فيها راح نخلوها كما هي، معناتها بار ديفو مود جيمنج، غادي نخلوها في المود جيمنج ونروحوا نجربوا بها الالعاب الاخيره اللي صدرت هذه الايام في ال 4K و 2K. هنايا كيما راكم تلاحظوا تبدلوا اللاد تاعكم من هنا باش تغيروا الاضواء، نجموا هذيك الاضواء ترجعوها تعمل بشكل اخر، ولا تدخلها مباشره عبر هذا التطبيق ار جي بي فيزيون، هذا تنجم ثاني مباشره تدخل هنايا تغير الاضواء تاعك ترجعها تعمل بشكل مغاير. والان راح نروحوا نجربوا 4K على لعبه جيرز 5 في الاعدادات الترا، معناتها رانا دايرين في الالترا هي الى الار اكس 580 الترا اعدادات وجودة الصورة في الفور كي. روحوا مباشرة شوفوا شحال تعطينا الاف بي اس. راني نصور غير بالهاتف باش الاف بي اس ما يهبطش معنا في تصوير من داخل الشاشة، انا من خارج الشاشة بالهاتف راكم تشوفوا الاف بي اس راهي طلعت 60 اف بي اس في الفور كي اعدادات الترا.
امال جودة الصورة والله لا ما على باليش راح تظهر معاكم بالهاتف كي راني نصور بالهاتف او لا، لكن الجودة راهي تبان جد جد روعة. تشوفوا كارت جرافيك والله تشغل لك العاب 4K الترا بهذا الشكل، راكم تشوفوا الجودة تاع الالوان، تشوفوا الالوان كيفاش راهي تبان معانا هنايا. بخصوص درجة حرارة تاع الكارت جرافيك، درجة حرارة تاع الكارت جرافيك راني نخليها في التلقائي، راكم تشاهدوا الصورة في التلقائي معناتها تلحق 76 درجة، ما راحش تزيد فوق 76 درجة وتعاود تولي 76 درجة كحد أقصى في التلقائي تاعها هذه. مع الدرايفر الأخير لـ AMD اللي راهم واضعينه، لا حبيتو درجة حرارة ما تلحق 70، تحب تديرها 60 درجة، تروحوا للإعدادات راح في آخر الفيديو اللي حب يشوف الطريقة باش نرجعوا الكارت جرافيك ما توصلش لسبعين درجة 60 درجة على الأكثر وتعاود تولي. في آخر الفيديو راح نوري لكم الإعدادات في الدرايفر الأخير في AMD باش نديروا إعدادات رجعوها في 60، هي كيما نقولوا ولا 65 هي الدرجة القصوى تاع الكارت جرافيك تاعنا، لكن أنا تبلي في التلقائي أحسن بدرجة حرارة ما راحش تصعد فوق 76، ولكن الصوت تاع المروحات والله مانيش نسمع اي صوت من المروحة، رانا في 4K كيما راكم تشاهدوا ما كاش صوت من المروحة. راح نقول لكم حاجة ضرورية، ان الكارت جرافيك لما تشغلها في جودة عالية راح تسخن، معناتها لكن تستعمل في 1080p درجة حرارة تاع الكارت جرافيك تاعك ما راحش تصعد كيما تشغل الكارت جرافيك في 4K. راح نروحو نحاولو نزيدو في الجودة تاع الصورة تاعنا، راح نطلعوها الماكسيموم فوق تسمى فوق ال 4K، ما على باليش دروك هذيك كي نسموها، معنتها رانا راكم تشوفو الإعدادات راهي ريزوليسيون راهي تقريبا ماشي في 100%، راهي في 117%، معنتها قصوى تاع Gears 5، معنتها راح تشغل في الدرجة القصوى تاع Gears 5 ونشوفو شحال تعطينا ال FPS. كيما راكم تشاهدوا 45 FPS 50 FPS حتى 55 FPS، والله على بالكم كارت جرافيك بهذا الثمن. انا كيما نقولوا شريتها مستعمله، الثمن تاعها ماشي هذاك هو، لكن في المستعمله راح تلقوها من 35 حتى 30000 دينار، فوق ال 35 نقول لكم كيما نقولوا سعر مرتفع. انا كيما نقولوا راح نحكي لكم على كيفاش شريت هذه الكارت جرافيك، خلو في تجربة اللعبة الثانية نحكي لكم كيفاش شريت هذه الكارت جرافيك بهذا الثمن. راكم تلاحظوا الـ FPS في Gears 5 راهي حق حتى 55 FPS، ورانا في الإعدادات كيما نقولوا القصوى لـ Gears 5. نروحوا مباشرة للعبة أخرى أيضا جديدة، راح نروحوا نجربوا لعبة Need for Speed Heat اللي صدرت هذه الأيام، راح نشغلوها في الـ 4K كيما راكم تشاهدوا 4K ميديوم، اللي ما عجبهاش الـ FPS يزيد يديلها في اللو كيما نقولوا 4K لو، واللي ما يحبش يلعب اللو أيضا يديلها في 2K. راح نروحو نجربو اللعبة تاعنا في 2K ميديوم شتعطينا. هاي لا الإعدادات، راح نرجعو هذه في الميديوم، هاي لا 2K ميديوم معنتها 1440p، راكم تشاهدوا الـ FPS في 2K متوسط راهي تعطينا حتى تقريبا 45 FPS حتى 49 من 45 حتى نقولوا من 40 حتى 50 FPS في الـ 2K ميديوم 1440p كما راكم تشاهدوا متوسط. اللعبة تشتغل جد رائعة اللي حبوا الـ FPS. والآن راح نروحو نجربو فيفا 20 في الـ 4K الترا، معنتها رانا نديروها فائقة، هاي لا شي مرتفعة فائقة، معنتها رانا في الالترا كيما هنايا رانا في الـ 4K الترا. في التدريبات راكم تشاهدوا حتى 94 FPS 90 FPS، راح ندخلو في المباراة نشوفو الـ FPS شحال يولي معنا. كيما هنايا رانا في المباراة هي تقريبا 60 FPS في الـ 4K الترا، الألوان راهي تبان جد رائعة والله، شفتو اللون الأحمر راهي يبان جد رائع، تنجم تشغلها حتى الـ HDR 4K. راكم تشاهدوا 4K الترا معناتها رانا في الاعدادات القصوى تاع فيفا 20، اي لا والله الالوان راهي تبان جد رائعه مع FPS 60 FPS 61 FPS كما راكم تشاهدوا، والله
اللعبة راهي تشتغل بجودة عالية وب FPS جيد. راكم تشوفوا فيفا 20 في 4K الترا، ما راحش نجربوها في 2K لان في 4K اعطتنا اداء جد رائع. هذه الكارت جرافيك. راح نروحوا الى لعبة اخرى، نروحوا نجربوا لعبة ستار وورز جيدي فالن اوردر. شوفوا الاعدادات رانا دينها في 4K ميديوم كما راكم تشاهدوا 4K ميديوم، ونشوفوا شحال تعطينا FPS. ايلا خرجنا تاع FPS تاعنا، راح نروحوا ايلا في القتال هنايا، رانا في القتال تعطينا 26 FPS 25 FPS في 4K ميديوم حتى تقريبا 30 FPS، نجمو تقولوا تعطينا حتى 30 FPS في 4K ميديوم، تصعد حتى 30 FPS الى 29 FPS. وفي القتال هاكا راكم تشاهدوا، قلت لكم بلي لحقت 33 من 25 FPS حتى 30 FPS 4K ميديوم، اولا 33 FPS 4K ميديوم راكم تشاهدوا هنا في المقاطع السينمائية، هي لحقت 35 FPS في المقاطع السينمائية 30 FPS. نجم تلعبها عادي في 4K ميديوم بدون اي مشكل، اولا كما كان في الاعدادات راح نديروها 1440p، اولا راح تتغير معايا الشاشة هنايا، وراح نديروها في الاسفل هنايا شعرها ميديوم ميديوم، نديروها في الايبيك هنا ما كاش الترا كما نقولوا، كاين ايبيك هي العالية كما نقولوا كما راكم تشاهدوا هايت ايبيك، ايبيك معناتها رانا في الالترا، اولا كما راكم تشاهدوا رانا في 2K ايبيك راكم تشاهدوا معناتها في الالترا، هي لا هي تظهر بصورة جد رائعة تمام نفس ال FPS في الكاتكا ميديوم، معناتها الا شغلت في الكاتكا ميديوم ولا في 2K الترا غادي يعطي لك تقريبا نفس ال FPS كما راكم تشاهدوا. والله نسيت باش نقول لكم كيفاش شريت هذه الكارت جرافيك، هذه الكارت جرافيك كما قلت لكم قال لي 33000 دينار، هذاك هو السعر تاع الكارت جرافيك اللي راح يبيعها به، انا كما نقولوا بقيت قاعد في 30000 دينار، لان كما نقولوا المكان اللي فيه السيد شويه بعيد عليا ورحت ندي بلاصي وكاع، قلت هذيك هي 30000 دينار راح نجم ندي بلاصي، فوق 30000 دينار ما راحش ندي بلاصي، والسيد كما نقولوا والله انسان طيب. بعدها كما نقولوا بعث لي ميساج قال لي روح مرحبا بك، رحت عنده حتى للبيت، انسان كما نقولوا جيمر، ما كانش يشغلها في المينينغ ولا كان يدير بها مينينغ، الكارت جرافيك هذه كان يشغل بها الالعاب فقط. رحت عنده حتى المنزل كرمني وديتها ب 30000 دينار كما نقولوا بثمن جيد لهذه الكارت جرافيك، وراح تشوفوا تشغل بها الالعاب عادي تاعك بدون اي مشكل. كما نقولوا كاين بزاف كانوا متردين من هذو لي كارت جرافيك الار اكس 580، اذا كانت كما نقولوا كارت جرافيك هكا تشوفها باللي انسان راه يستعملها في الالعاب فقط ماشي في المينينغ وبسعر جيد، والله بهذا السعر ب 30000 حتى 32000 دينار والله كما نقولوا، وتشتريها والله كما نقولوا ماشي خاسر في هذه الكارت جرافيك. والان راح نروحوا نجربوا الكارت جرافيك تاعنا في 2K ميديوم، على بالي كاين الناس يحوسوا يشوفوا في 2K ميديوم شحال تعطينا FPS، تعطينا حتى 40 45 FPS، راه يصعد معنا ال FPS لان مازال كما نقولوا الاعدادات اللي درناهم مازال ما تطبقوش كليا على اللعبه، يبقوا يطبقوا ويبقى ال FPS اولا يطلع ويهبط حتى يبقى كما نقولوا يثبت معنا، اولا 40 41 FPS في 2K ميديوم راكم تشاهدوا بجوده ثاني جد رائعه في 2K ميديوم. اولا راح نجربوا اللعبه تاعنا كما تشوفوا، والله كارت جرافيك تقدم هذه اداء جد رائع لك FPS جيد في 4K ولا 2K، نجم كما نقولوا لي عندها حتى شاشه فول اتش دي معناتها 1080p راح يلعب كل الالعاب في 1080p بالالترا معناتها وب FPS عالي جدا كما نقولوا ايكروكات 1080p، راح تشغل كل الالعاب تاعك في الالترا 1080p وب FPS جد رائع كما راكم تشاهدوا. الكارت جرافيك تقدم اداء جد رائع، معناتها هذه الكارت جرافيك من الكارت جرافيك التي تستحق الشراء. والان راح نروحوا للدرايفر الاخير تاع اي ام دي، نوريكم كيفاش ديروا الاعدادات باش تنقصوا من درجه الحراره. كما راكم تشوفوا هنا رانا في البي سي تاعنا، راح ندخلوا الاعدادات تاع الدرايفر الاخير، تروحوا للبيرفورمانس ريغلاج،
بالفرنسية نفس الشيء، بالإنجليزية راح تقوى بيرفورمانس، ولا ما تقوى بالإنجليزية هنا ريغلاج راح تلقوا تاني بالإنجليزية. المهم راح تدخلوا على هذه الواجهة، راح تديروا هنا مانيال، لا بعد ما ديروا كونترول ريغلاج مانيال راح تخرج لكم تاع التمبيراتير، هنا ديروا كونترول افونسيت اكتيفوه، راح تخرج لكم هذه الواجهة، وهنا في الاسفل تخرج لكم هكذا، تضغطوا عليها باش تهبطوها للاسفل كوموند دي ريغلاج افيك بريسيزيون. معناتها انت راح تثبت كل شيء هنايا تاع بخصوص درجه الحراره تاع الكارت جرافيك تاعك، راكم تشوفوا راهي في 85 كاقصى درجه، والمروحه هاي المروحه، وهنايا درجه الحراره المروحه لما تكون هنا 85 درجه كحد اقصى راح تلحق ال 81% كحد اقصى كما نقولوا تاع المروحه. حنايا راح نغيروا هنا في الاعدادات، تنجموا ديروا كاعدادات جد رائعه، غادي تجربوها كما راكم تشاهدوا هنا تما، رانا في هذه الاعدادات من بين 45 و55، رانا هنايا راكم تشاهدوا هنا ديروا ابليكي، راح تشاهدوا من بين هذه الاثنين راح هنايا كما نقولوا تزيد في الافيتيس باش تبرد لنا هاي لو. من بعد ما تبرد راح تنقص هي السرعه تاعها تاع المروحه، راكم تشوفوا هنا الطومبيراتير كيفاش راهي، ولا درجه الحراره كيفاش راهي تنخفض كيما نقولوا. الى هنايا راح نديرها في 60 درجه وندير ابليكي هنايا، وهنا نديرو 50 درجه هاولا، هنا غير باش نوري لكم الاعدادات كيفاش تغيروها، وهنا نديروها 40 درجه، وهنا نديروها 30 درجه هاي لو، اي باش نوريكم هنا ديروا ابليكي هاي لو، راح درت ابليكي راكم تشوفوا السرعه تاعها انخفضت قليلا راكم تشاهدوا، وراح تبقى تعمل معاك الكارت جرافيك بدون ضجيج بدون اي شيء، ولما تلحق ال 65 درجه راح هي تعمل بقوه باش تبرد لك، حتى درنا لها 85% كحد اقصى، تنجموا ديروا 100% راح تسمعوا صوت كثير، لكن 85% الصوت راح يكون قليل معكم كما راكم تشاهدوا. هذه هي الاعدادات، وهذه هي الكارت جرافيك تاعنا ال RX 580 8 جيجا جيمنج من جيجا بايت. الى حبيتوا ندير لكم فيديو على الدرايفر الاخير تاع اي ام دي، كيفاش تعملوا به، كيفاش تخرجوا الاف بي اس هذاك اللي كنت نخرجها معكم، وكيفاش تسجلوا الشاشه تاعكم، كيفاش تسجلوا الشاشه بالصوت كما نقولوا الصوت تاع الحاسوب لوحده، والصوت تاعكم اللي راكم تتكلموا كيما راني نتكلم انا لوحده، وايضا البيرفورمانس ولا الاف بي اس هذاك اللي يظهر معاك، نوريكم كيفاش تخرجوا الاخر. الى حبيتوا ندير لكم فيديو ما عليكم غير ترسلوني في كومونتير، ديروا لي كومونتير اللي حب، والله لو كان واحد يطلب مني ندير هذاك الفيديو على هذا الدرايفر الاخر اللي اي ام دي راح ندير فيديو عليه، لو كان يكون واحد فقط في الكومونتير، حتى اللي عنده غير الاي بي يو معناتها عنده غير المعالج اللي فيه الكارت جرافيك انتيغري الفيجا 8 ولا الفيجا 11 وما ظهرتش معاه خاصيه تسجيل الشاشه، هناك طريقه لاظهار خاصيه تسجيل الشاشه باش تسجل الشاشه تاعك، ايضا يحط لي كومونتير يدير له فيديو عليها لوحده، لو كان زعما واحد يطلب مني راح ندير فيديو كيما نقولوا على جاله. وهذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، الى عجبكم الفيديو ما عليكم غير تبارطاجوه مع الاصدقاء تاعكم، ديروا لنا لايك كومونتير، ابونوا القناه تاعنا وفعلوا الجرس باش توصلكم اي حاجه جديده نحطوها، فضلا منكم هذا دائما وليس امرا، ولدعمنا في القناه. وفي نهايه الفيديو راح نخليكم مع مقطع من فورزا هوريزون بالكارت جرافيك هذه 4K اعدادات الترا، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، سلام.